بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فيروس يهاجم خلية دماغية صحيحة مثل ما تلاحظون في الصورة. عندما يهاجم فيروس الخلية فإنه يدخل إليها البرنامج الموجود بداخله فيؤثر على برنامج الخلية الصحيحة فيحدث الخلل من خلال تسخيرة هذه الخلية كي تنسخ مثل هذا الفيروس بكميات كبيرة في جسم الإنسان، والله أعلم.